السلام عليكم، كيفكم؟ طمنونا عنكم يا جماعه الخير. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبلعبه وورلد تراك درايفنج سيميليتر، لعبه شاحنات البرازيليه. العالم مفتوح اوف لاين، تنزل فقط على اجهزه الاندرويد لحد الان، ورابط التحميل بتلاقوه بصندوق الوصف. طبعا يا جماعه اغلبكم سمع انه راح ينزل تحديث جديد بعد انتظار طويل وبعد عناء طويل. طبعا اللعبه صار لها تقريبا سنه وما نزل عليها ولا تحديث، واخيرا قرروا المصممين انه ينزلون عليها تحديث جديد واللي هو راح يضيفونا فيه بعض الاشياء الجديده. طبعا يا جماعه الخير بهذا المقطع راح نشوف شو راح يضيفونا ويعني اعطيكم رايي. فلذلك يا جماعه قبل ما ابدا المقطع لا تنسونا من صلاح محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر تشجيعكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. طبعا يا جماعه الخير خلونا اول شيء نشغل الشاحنه. طبعا مثل ما شفتوا معنا حموله مواشي واللي هي حموله ابقار واغنام يعني، فمثل ما شايفين يعني التريلا حلوه يعني للحقيقه. فشاحنتنا لليوم داف، اخترت شاحنة الداف بما انه راح يضيفونا اول اضافة بالتحديث الجديد واللي هي شاحنة الداف الحديثة. طبعا يا جماعة اغلبكم شاف السيارة اللي اضافونا اياها بلعبة الكار باركينج ملتو بلير. طبعا المصممين قرروا يضيفوا السيارة مثل ما شايفين، راح احط لكم هلا بعض الصور اللي راح يضيفونا هون او بعض الصور يعني التابعين للتحديث الجديد ان شاء الله. طبعا هدول هن السيارات راح تشوفون هلا راح يضيفوهم في اللعبة. طبعا اول سيارة مثل ما حكينا واللي هي شاحنة الداف الحديثة. طبعا يعني انا برايي مي اضافه خياليه واضافه تكون يعني خرج واحد ينتظرها بعد عناء طويل وبعد زمن طويل يعني على انتظار التحديثات والاضافات. فيعني بنقول لهم يعني شكرا كثير لكم، بس مع الاسف يعني توقعت يكون في اضافات افضل من هيك، يعني مثل اللي يضيفوا لنا مثلا الاونلاين، او يعني ما في داعي يضيف لنا اضافات جديده على هي اللعبه بما انه اللعبه صار في لها بديل. بالنسبة للعبة درايفر جوبز اونلاين سيميليتر بتعرفوا لعبة اونلاين وعالم مفتوح، وبتعرفوا فيها اشياء كتير افضل من هي اللعبة، يعني لعبة مكملة ولعبة جديدة وحديثة. فانا برأيي انه لو يضيفوا الشاحنات اللي راح يضيفون على هي اللعبة يضيفون على هذيك اللعبة افضل بكتير بيكون الوضع. وطبعا اللعبة فيها اونلاين يعني مثل ما بتعرفوا لعبة درايفر جوبز اونلاين سيميليتر، بس هي اللعبة لحد الان ما ضافوا لها لا اونلاين ولا عدلوا على مسار اللعبة. يعني مثل ما بتعرفوا لحد الآن الحمولات فيها بتلاقي بتاخد حمولة ما بتخلص، الله وكيلكم يعني بتضل 100 سنة عم بتوصل الحمولة، بيطلع لك الليل وبيطلع لك النهار وبصير معك الفصول الأربعة، ومع ذلك مع الأسف ما بتوصل الحمولة لحتى يطلع عيونك يعني. وبالنسبة للسيارة الثانية مثل ما ورجيناكم كمان، السيارة هي عبارة عن سيارة مرسيدس قديمة، كمان ضيفين فيها مثل ما شايفين تريلات جديدة على ما أظن، يعني في بتقدر تشيل تراكسات، بتقدر تشيل دبابات يمكن، أو يعني أوزان ثقيلة، فهذا الشيء حلو ولا بأس فيه. بالنسبة للخريطة عم بيقولوا إنه راح يعدوا شوي على الخريطة، يعني يظبطوا الجرافيك يصير أفضل من هيك. أظن على ما أظن راح يصير الطريق نفس لعبة الدرايفر جوبز أونلاين سيميليتر بالنسبة للطريق بالنسبة للجرافيك. فأنا برأيي مثل ما حكيت لكم انه لازم كان يضيفوا اونلاين او ينقلوا السيارات الموجوده في هاي اللعبه على لعبه الدرايفر جوبز اونلاين سيميليتر، بما انه اللعبتين هن يعني تابعين لنفس الشركه ونفس المصممين. مثل ما شفتوا ان شاء الله اعطوني رايكم انتم كمان في التعليقات، هل هدول الشغلات عجبوكم؟ هل بتحسوا اللعبه في لها يعني مستقبل؟ هل لها نهضه جديده؟ قولوا كل هدول الشغلات في التعليقات. والله يا جماعه الخير يعني مثل ما شايفين ما معقوله اني اوصل الحموله، فراح اصف على جنب لاني مثل ما بتعرفوا الحموله اذا بدي اوصلها بدها تاخذ معي تقريبا اكثر من ساعه. فحبيت اعملكم هذا المقطع لحتى اورجيكم بعض الاضافات اللي راح تصير على اللعبه وان شاء الله يعجبوكم. والله يا جماعه قبل ما ننهي المقطع بتمنى منكم لا تقصروا معنا ودعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، ولا تنسوا تفعلوا زر التنبيهات كل جديد. وبترككم بامان الله وسلام.